الحمد. فقد أرشده الإسلام إلى
الاجتهاد في حسن استغلال مواهبه وتطوير وسائل عمله ومتطلبات العيش الرغيد. الاسلام دفعنا باش نجددوا، باش نتعلموا، باش نبتكروا، باش نكتشفوا، باش نصنعوا، باش نختاروا، هذا كل الاسلام شجعنا عليه. ولكن ينبغي ان يكون ما يبتكره الانسان وما يصنعه الانسان يجب ان يكون للخير لا للقتل والدمار. فوسائل النقل في عصرنا هذا، جميع انواع وسائل النقل، طائرات، سيارات، حافلات، شاحنات، دراجات، اي وسيله نقل. فوسائل النقل في عصرنا هذا اصبحت تمثل عصب الحياه الاقتصاديه والصناعيه والتجاريه. يعني الصناعه والتجاره والفلاحه والاعمال بسائر انواعها لا بد لها من وسائل النقل، لا بد من وسائل النقل حتى نؤمن هذه المجالات. وهي عنوان، اي وسائل النقل وهي عنوان للحياه المدنيه السعيده. اصبح الانسان بوسائل النقل يستطيع ان يتنقل وان يترفه في ما مضى. كان مثلا للذهاب للحج لاداء الحج او العمره يتطلب اشهر على ظهور الابل وعلى الاقدام. الان في 4 أو 5 ساعات تنتقل من قاره الى قاره ومن بلاد الى بلاد. وهذا هو عنوان للحياه المدنيه السعيده. وصدق الله العظيم حين اشار الى وسائل النقل الحديثه اشاره بليغه في كتابه العزيز حين قال سبحانه رب راه اشرت الان الى الوسائل العصريه اللي قاعدين نستعملوا فيها توا، السيارات، المركبات، الطائرات، البواخر، كل وسائل النقل. اشار ربي في الايه ذكر اولا الوسائل التي كان يستعملها المؤمنون او المسلمون او الانسان لما جاء الاسلام، ثم لمح واشار الى الوسائل العصريه. فقال سبحانه وتعالى في سوره النحل والخيل والبغال والحمير، اذكر انها ثلاثه دواب، ثلاثه من الدواب، الخيل والبغال والحمير، هي التي كان يستعملها الانسان في تنقلاته وفي تجواله وفي حمل متاعه وفي التنقل من مكان الى اخر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، باش تركبوا عليها وتسيروا، وزينه. الخيل معروف على الجمال وعلى الزينه، ها، وعلى الاصاله وعلى الروعه، وزينه. ثم شكر ربي ويخلق ما لا تعلمون. هذه هي في عهد الصحابه، شنو يخلق ما لا تعلمون؟ اي هو يعرف البغال والحمير والخيل والابل وغيرها. والله يخلق لكم ايها الانسان ما لا تعلمون انتم. هذا يكون بمرور الزمان وتطور الانسان وتطور العلم وتقدم العلم يخلق. لو كان نرجع 200 سنه تالي كنا نعرفوا طياره وصواريخ تطلع للقمر وسيارات يعني فاخره تسير بسرعه فائقه وقطارات وغيرها من الوسائل. وسوف هذا ما وصلنا اليه الان. ولو نقارن احنا بين مثلا السبعينات والثمانينات كيف كانت السيارات وكيف اصبحت الان السيارات، هناك فرق شاسع. وستتطور هذه الوسائل في مقتبل السنوات، ربما تصبح السيارات حتى تطير طيرانا، فلا نعلم ذلك. كل يدخل تحت الآية هذه ويخلق ما لا تعلمون. عباد الله، لئن أصبحت وسائل النقل العصرية نعمة تيسر حياة البشرية، إن سوء استخدامها، سوء استخدام وسائل النقل، نستعملها وهي فيها عطب، نستعملها بمخالفة القانون، تجاوز السرعة، السياقة مع النوم، السياقة مع السكر، السياقة مع استعمال الهاتف الجوال، وغيرها من الحالات التي كثيرا وهي أغلب ما تتسبب في الحوادث وتكون حوادث قاتلة. إلا أن سوء استخدامها قد يحولها إلى نقمة ووبال على البشرية، كما رأينا يوم الأحد الفارق
نتيجة ربما الأهمال والتقصير والتجاوز إلا أن سوء استخدامها قد يحولها إلى نقمة ووبال على البشرية. فوسائل النقل من قطارات وشاحنات وسيارات ودراجات وغيرها إذا لم نقيد استعمالها بقانون الجولان، إذا مسيرة بها ما نحترموش بها ومعها وحنكون على متنا، إذا ما نحترموش قانون الجولان قانون السير، كما لينا الدول والعالم والخبراء والعلماء الوش عملوا هالقانون هذا يدين زينة، بالفعل هو زينة طبعا زينة، لأن القانون مركون على جهة وإحنا تصرفاتنا لا قانونية لا أخلاقية لا إنسانية، وهذا علاش تصير المصايب. إذا هذه الوسيلة إذا لم نقيد استعمالها بالقانون بقانون الجولان ولم نضبط استخدامها بقانون السلامة المرورية فإنها تتحول لا قدر الله إلى آلة لحصد الأرواح الزكية ولبتر الأعضاء الفتية ولتدمير المقدرات البشرية ولإرهاق الموازنات الاقتصادية. ومن هنا تأتي التعاليم الدينية مؤكدة على قيمة النفس البشرية محذرة من إزهاقها أو إرهاقها بسوء ما اقترفته الأيادي الإنسانية. وفي هذا الشأن قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا واحد مش توشك متعمدا. كيفاش متعمد؟ يتجاوز السرعه القانونيه، ما يحترمش القانون، قانون المرور، شارب خمر، ماهوش في وعي، ناقص نوم، الهاتف في وضعه ما يسوق، شباب صغير خذا رخصه القياده ومتهور ونعطيوها السياره يحصل بها ارباح. هنا ولا متعمد؟ حالة هي ولاد عمد وقتل عمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا اللي يعمل عملية مش حطها يا وخيالي، اسمعوا الآية ايش تقول، انظروا اسمعوا عو وعو قول الله تعالى في شأن من يقتل نفسا بشرية واحدة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أولا جهنم، هذا يدخل جهنم، ما عندوش حق في الجنة. أنا ما جبتش من عندي الآية صريحة، فجزاؤه جهنم اثنين خالدا فيها. قديش يقعد فيها؟ خالد مخلد ما يخرجش منها، خالدا فيها ثلاثة. وغضب الله عليه، ربي غضبان عليه، أربعة ولعنه، ربي يلعن فيه، خمسة وأعد له عذابا أليما. هذا اللي يقتل روح نفس واحدة، فما بالك اللي يقتل 26 و100 و1000 بالضغط على زر يفجر بها بيت أو مكان أو قرية أو حفل، ما بالك؟ الأمر خطير يا خياني، يا خياني اللي تقودوا في السيارات في وسائل النقل، الناس اللي تتعامل مع وسائل النقل، احذروا فإن الأمر شديد، فإنك إن قدت وسيلة نقل لا قدر الله وتسببت في قتل نفس بشرية وكنت متعمدا بسكر أو قلة نوم أو تعب أو هاتف جوال، اعلم أنك تقتل متعمدا وجزاء من قتل مؤمنا متعمدا كما رأيتم خمس أشياء تنتظر: جهنم، الخلود في جهنم، غضب الله، لعنة الله عليه، وربي حذره في عذابه.
أيها المؤمنون الأماجد، إن حوادث الطرقات في زماننا هذا أصبحت تمثل خطراً كبيراً وسبباً من أسباب الوفاة والإعاقة. حوادث المرور وخاصة حوادث الطريق، ولكن أكبر أسباب القتل والوفاة. يعني حوادث الطائرات لا تساوي شيئاً أمام حوادث الطريق. ولقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن قتل حوادث المرور في العالم تمثل 4 أضعاف قتل الحروب. طب الحروب اللي قاعدة في الدنيا كلها، اللي يموتوا في الحروب، اللي يموتوا في الطريق بالحوادث قد اللي يموتوا في الحروب 4 مرات. وأن عدد الضحايا في الدول العربية وحدها يبلغ سنويا 26,000 قتيل. كل عام في الدول العربية 26,000 قتيل و 250,000 جريح في العام. وراك الجريح شي تكتب عليه، تتوقف الأعمال، يتعطل الاقتصاد والدورة الاقتصادية، وتتأزم العائلة، وتتأزم المؤسسة إلى غير ذلك. أما المقصد الوطني للحماية من حوادث الطرقات في تونس فيقدم إحصائيات مفزعة. فمنذ سنة 2011 إلى منتصف سنة 2018، من عام 11 حتى 2018، 8 سنين، توفي من أبناء شعبنا وبلادنا تونس، قتلوا 11,500 مواطن تونسي. 8 سنين، 11,500 مواطن تونسي قتلوا بحوادث الطريق. وتثبت الإحصائيات الرسمية أننا في تونس نفقد يوميا 4 أشخاص و30 مصاب. كل تشرق الشمس قيد عندنا 4 يموتوا بالطريق حوادث الطريق و30 مصاب. كل هذا قيادي. الأمر خطير. علاوة على الخسائر المادية، الوسائل النقلية تدمر، تفسد سيارة ب40 50 100 مليون 200 مليون جاب 200 مليون جعل فيه الأوتوبيل. التعطيل على الأعمال وعلى المصالح على الخدم، مصاريف أدوية نستعملوها ونجيبوها من العملة الصعبة، كل هذا تسبب فيه هذه الحوادث. يا قيامي عباد الله، إذا أردنا أن نقف على الأسباب الرئيسية المؤدية لحوادث المرور فيمكن تصنيفها كالآتي. الآن ايش هي الأسباب اللي وصلنا للحالة هذه؟ الأسباب والمسببات. أولاً، الاستهتار من الكثيرين عند قيادتهم لوسائل نقلهم الخاصة والعامة. واستهتار تام. ما مشكل الشباب. شباب وكبار وصغار وشياب وعزاوز. وبنات وصبايا وعزاوز. خاصة في منطقة بلدية يسوق من 80 في 90. سيارة فما بالك بالحافلة. في بعض الأحيان الحافلة تتعدى تمشي فوق السبعين. يعني كلمة بالخطوة. لماذا؟ لأن السواق اللي يقودوا في الحافلات هذوما شباب متهورين، ما هماش متكونين، ما هماش واعيين. وكلكم تذكروا ربما بعض يعني سواق الحافلات في السبعينات وفي الثمانينات كيف كانوا يقودون تلك الحافلات بتأني وبتؤدة، ويحترموا الماء ويحترموا المترجم ويحترموا الطريق. 2، عدم احترام القانون ولا سيما قانون الجولات والإشارات المرورية. ضوء أحمر تعداوة وعلامة قفل تعداوة وأولوية نحبوها ويفك لك لو الإمتاع ويزيد عايد عليك ويسمى كلكلم. ربي يهدينا ويهدينا. 3، السياقة في حالة سكر أو إدمان أو نوم أو إرهاق شديد. إنسان مخدر بالمخدرات أو بالخمر أو بالنوم. إنسان يتصل ويولي مخدر، مخه مابقاش واعي. 4، الانشغال عند السياقة بالهواتف الجوالة أو بوسائل الاتصال. هو يسوق ويتكلم في الهاتف ولا يكتب في الهاتف ولا يطلب. يتفاجئ كان هو والعبد ضربه ولا سيارة ولا هو. وكثير الحوادث التي كان سببها هو استعمال الهاتف الجوال. 5، الإخلالات الموجودة في طرقاتنا كالحفر ونقص الإضاءة والإشارة. عاد الكياسات والطرقات هذاك حدث ولا حرج. احفر
علامات مش موجودة، حماية ما فهم شيء، أغواء مش موجودة، خاصة الحادث اللي صار في المنطقة هذه في عمدون واللي أودى بحياة 26 مواطن تونسي من خير شبابها وأبنائها وبناتها، السبب في حالة الطريق. صحيح يمكن قائد الحفلة سيارة الحفلة ربما أسرع، لكن حتى الطريق تتحمل مسؤولية، والطريق والعلامات والأضواء هذه تتحملها الدولة. الدولة شكون الدولة؟ لما أقول الدولة كل مسؤول، كل مسؤول، رئيس الجمهورية أول، ورئيس الحكومة، وزير التشخيص، وزير كذا الداخلية، وكل وزير مسؤول، كل مسؤول في أي إدارة عنده علاقة بالشيء هذا فهو سيسأل والله العظيم يوم القيامة عن ذلك. سادسا، عدم تطبيق القانون بصراحة على كل المخالفين. القانون يا خيالي، القانون ماهوش قاعد يطبق، القانون ما طبقوهش، وإذا طبقناه طبقوه على بعض الناس، واللي يدفع أكثر يخرج، ما يطبقش عليه القانون. هذا يا خبر. ثم لابد أن تكون هناك قوانين صارمة، وهذا يا مجرب في بعض الدول، يعني اختراق الضوء الأحمر، ما هيش حتى 60 دينار، 500 دينار، مليون، ينعم، ورا ما يصيرش واحد يحرق الفرن، اختراق علامة قفل، مليون فرنك، يلزم تكون قوانين صارمة كيما هكا، ثم نفذوها على كل كبير وصغير، على كل إنسان، على كل مواطن. إذا كان يزداد توا ترتدع الناس الكل. سابعا، ضعف الوازع الديني الذي يدعو الى حمايه النفس وعدم اتلافها. هذاك هو اللب، ان الناس تقدش تقول رحمه، والوازع الديني ضعف، وعنده عادي يضرب بشر كانه ضرب ذبانه ولا دجاجه. هذايا جانب هام وخيالي. قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وبفعل التطور الحاصل في بنية المدن والتجمعات السكنية ووسائل النقل المختلفة، فقد اقتضت المصلحة وضع تقنيات تنظم السير في الطرقات وترشد إلى كيفية استعمالها. كما يجب على الدولة بكل هياكلها أن تسهر على ضبط القوانين التي تحد من أخطار الطريق وتخفف من الخسائر المادية والبشرية، وأن تأخذ على يد المخالفين والعابثين والمستهترين، وأن تطبق عليهم أقصى العقوبة. وهنا نوجه للسادة الكبار، ربي يبارك فيهم، إذا الناس اللي تتجاوز وتخالف وتقتل أنفس، أن نطبق عليها أقصى العقوبة دون رحمة ولا شفقة، لأنهم يعبثون بأرواح البشر. وصدق الله العظيم حين قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين. ولا حق